السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم على الهواء مباشرة ومن الهواء الطلق من العاصمة الفرنسية باريس، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. تشهد المنطقة العربية تقلبات وتغيرات دراماتيكية منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في بداية العام 2011، حيث بدأت إسرائيل تشعر بالقلق من استعادة الشعوب العربية لهوياتها وسيادتها وقرارها، فتحركت بكل قوتها لتحبط تلك المحاولة وتعيد الحكم إلى أنظمة تأمن للتعامل معها وتعمل من أجل مصالحها. وفي حلقة اليوم نحاول فهم ما يجري من خلال حوارنا مع المفكر اليهودي الفرنسي المغربي الأصل جاكوب كوهين. ولد جاكوب كوهين في الحي اليهودي في مدينة مكناس المغربية عام 1944، حصل على الإجازة في القانون وأكمل دراساته العليا في فرنسا، وعمل أستاذا للقانون الدولي في كلية الحقوق في الدار البيضاء بين عامي 1978 و 1987، حيث استقر بعدها في فرنسا متفرغا للكتابة. وآخر ما صدر له من كتب هو ربيع السيانيم، أي المتعاونين مع إسرائيل والحركة الصهيونية، والذي كشف فيه مواقع الكثيرين منهم وحجم نفوذهم في فرنسا. تعرض لاعتداء من بعض الصهاينة في العام 2012 على إحدى مقاهي باريس، وقد حظي الأمر بتغطية واسعة. نحاوره في هذه الحلقة حول نفوذ الحركة الصهيونية وما يجري في المنطقة العربية من أحداث والدور الإسرائيلي فيه. ولمشاهدين الراغبين في طرح تساؤلاتهم أستقبلها على فيسبوك وتويتر www.facebook/ahmadmansour.ega أو تويتر @amansour.ega. بروفيسور كوهين، مرحبا بك. شكرا. بداية، ما هي الفوارق الأساسية بين اليهودية والصهيونية؟ الصهيونية هي عبارة عن إيديولوجيا نشأت في القرن العشرين ولا علاقة لها على الإطلاق باليهودية، بمعنى أنه وعلى النقيض من اليهودية فإن التقاليد اليهودية ترفض على اليهود أن يعودوا بأعداد كبيرة إلى الأرض المقدسة أو ما نسميه كذلك، وبالتالي فإن هذا الحظر والمنع كان موجودا منذ القرن 19، كان موجودا دائما، في حين أن الإسرائيليين بدأوا في العودة إلى فلسطين بشكل فردي في القرن 19. الصهيونية أساسا كانت نتيجة لتأثير الحركات الوطنية في أوروبا في القرن 19، هذه الحركة التي سعت إلى تحقيق وطن، دولة وطنية، ولم يكن لديها بالضرورة الصلة مع أرض إسرائيل فلسطين، وأراد أن يكون لها مطأ قدم في أي مكان من العالم. في البداية كافة الأديان قبل 48% فإن معظم اليهود المتدينين كانوا ضد الصهيونية، بمعنى أنهم كانوا يرفضون حتى الفكرة الصهيونية ومثلها. فقط بعد 1948 بدأ الحاخامات بقبول والخضوع والعمل مع الصهيونية. كيف استطاعت الحركة الصهيونية أن تتغلغل في معظم الدول الغربية وأن تسخر القوى العالمية لخدمتها؟ في البداية كان الأمر حدث بشكل متدرج، والصهيونية هي عبارة عن مشروع تأسس كما قلت بشكل مخطط له ومتدرج. فبالتأكيد كانت هناك تواطؤ من طرف بريطانيا ومساعدات من طرف هذه الدولة، وبشكل غريب في دول مثل بريطانيا كانت تفضل الصهيونية، بعبارة أخرى أن تكون فلسطين موطن اليهود حتى لا يستوطنوا في بريطانيا، وبالتالي
كانوا يرفضون أن يستقبلوا اليهود الذين كانوا يغادروا روسيا القيصرية. وحتى منذ 1924 في حين كانت أمريكا تغلق أبوابها وحدودها، فإن 85% من اليهود الذين كانوا يغادرون روسيا كانوا يتوجهون إلى أمريكا. إذن فلسطين لم تكن إلا نتاجا لقيام هذه الدول مثل بريطانيا وأمريكا إغلاقها لحدودها أمام اليهود. هناك أكثر من 80 مليون صهيوني مسيحي في الولايات المتحدة الأمريكية يدعمون إسرائيل. هل هذا يؤكد أن هناك صهاينة ليسوا يهود؟ صحيح، لكن هذا الأمر خاضع لأسباب ذات طابع ديني وسياسي، بمعنى أنه من الوارد جدا أنه في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا فإن هذا نتاج لعمل معمق لعملاء صهيونيين، بمعنى أنهم يسعون إلى نشر الإيديولوجية الصهيونية وكذلك لجعل الكفاح من أجل إسرائيل تتماشى مع الكفاح الذي يخوضه البيض في أمريكا والمسيحية التي تستخدم لذلك. وحتى وصلنا إلى أن نقارن بين الصهيونية والتاريخ الأمريكي، بمعنى أنهم شبيهون بأناس رواد يذهبون إلى بلد شبه صحراوي ولم يتطور بفضل أيادي سكانه الأصليين، ويقيم الأرض، وهؤلاء الرواد يضعون قيمة لهذه الأرض. إذن المتدينون الأمريكيون فهموا هذا البعد الصهيوني، كذلك أن هذا جزء من العمليات الصليبية الغرب ضد العالم العربي، وبالتالي إسرائيل لا أستطيع أن نقول أن هذا الأمر أن إسرائيل هي صهيونية، لكنها مدعومة من طرف الغرب الذي يتفهم الصهيونية. الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الصهيونية هي السينما، الإعلام، الاقتصاد، رجال القانون، البنوك. قل لي بداية، كيف يخدم الإعلام الحركة الصهيونية وإسرائيل؟ إسرائيل ربما تكون البلد الوحيد في العالم الذي ليس له تأثير سياسي فقط، ولديه تحالفات سياسية مع دول مثل أوروبا وأمريكا، ولكنه بلد أيضا لديه عشرات الآلاف من العملاء داخل هذه البلدان يسعون إلى نشر الصهيونية. بمعنى آخر، أنه منذ الخمسينات من القرن الماضي فهمت إسرائيل أهمية تجنيد يهود صهيونيون يعيشون في هذه البلدان. مثلا في فرنسا، يهود فرنسيون يعملون في وسائل الإعلام، هؤلاء تقوم الموساد بتجنيدهم لدعم إسرائيل، وبالتالي هم يعملون الإسرائيليين، أي أن هؤلاء سيسعون إلى دعم القضية الإسرائيلية في المكان الذي يعملون فيه في الإعلام مثلا، وهذا يعني أنهم لا ينتقدون إسرائيل على الإطلاق وينتقدونها بشكل قليل، ويحاولون أن ينقلوا الإيديولوجية التقليدية التي تقول بأن إسرائيل دولة صغيرة تود السلام وأن تكافح الإيديولوجيا العربية التي تقدم على أساس أن العرب يهود، أن العرب إرهابيين. إذن هذه الصورة تنتشر بفضل هذا الإعلام وهؤلاء الصحفيين اليهود الصهيونيين الذين هم تقريبا في كافة وسائل الإعلام الفرنسية. أما فيما يتعلق بالسينما فهناك ذات العملية، أي بمعنى، أضرب لكم مثلا المجلس الوطني للسينما كان يرأسه ليفي وهو صهيوني يهودي بامتياز. في فرنسا لا يمكننا أن ننتج فيلما إذا لم تكن لدينا المساعدة المالية من المركز الوطني للسينما، وكان واضحا أن أي فيلم يعرضه إسرائيل ويدعم الفلسطينيين لا يستطيع أن ينتج دون دعم هذا المركز، وليس هناك أي فيلم يتم توزيعه في فرنسا إذا لم يكن يخدم القضية الإسرائيلية. هناك أحد الأفلام التسجيلية لم يتم عرضه في هذا البلد. نفس الشيء في أمريكا، في القطاع السينما هناك بنسبة 80% تسيطر عليه الصهيونية وعملاؤها. إذن على هذا النحو فإن
يمكنهم أن يسيطروا قطاع السينما ليكون في صالح إسرائيل ومناهضة للعرب، ويستطيعون أن يستخدموا كافة الأحكام المسبقة والصور النمطية ضد العرب. يعني إذا كانت هذه هي الصورة، أين الفرنسيون؟ يعني في كتابك ربيع السيانيم الذي تحدثت فيه عن هؤلاء العملاء، من الواضح أنهم يخترقون كل المؤسسات في فرنسا. أين الفرنسيون؟ أين أصحاب فرنسا إذا كان هؤلاء يعملون لصالح إسرائيل من فرنسا؟ صحيح، إن عمل السيانيم لا يمكن أن نراه، عملهم مخفي لا يمكن أن نراه، وهذا تماما هو الفكرة الذكية والمبالغ في ذكائها. فنحن لا نشعر على الإطلاق بأن هناك سيطرة يمارسها اليهود الصهيونيون وأن لديهم نفوذ، لأن هذا القرار يتم اتخاذه داخل فرنسا في على كافة التلفزيونات الفرنسية، ولا نشعر على الإطلاق بهذا النفوذ داخل هذه المؤسسات، وبالتالي لا نشعر بانطباع أن هناك دعاية من نوع ما. فلا يمكن أن نقول للفرنسيين انظروا العمل الذي يقوم به الصهيونيون في دعايتهم، والسيانيم لا يتم التحدث عنه ولا ننظر إليه بصفتهم يعملون لصالح الموساد. عادة حاولنا أن نتجنب أن نذكر هؤلاء ونتحدث عنهم، مما يجعل أن الفرنسيين لا يشعرون بحضورهم، حضورهم الموجود في السياسة وفي البرلمان، وبالتالي يجب أن الدعم لإسرائيل يبدو طبيعيا وليس نتيجة لحملة دعائية يتعين على الفرنسيين مواجهتها. ما هي الفوائد التي يقدمها هؤلاء لإسرائيل؟ الفوائد جمة. فإسرائيل شهدت تغيرا في هذا السياق منذ 50 سنة. بدأت وظهرت إسرائيل في وسائل الإعلام الغربية بأنها بلد صغير راغب في السلام، وأنها بلد صغير ذو طابع ديمقراطي، وبالتالي على هذا النحو تستفيد إسرائيل من صورة رائعة جدا، وهذا ما دعيته أنا شخصيا وسميته البعد النفسي للصهيونية وتأثيراتها الروحية على المجتمعات الغربية، بمعنى أن إسرائيل تسعى إلى أن تجعل هذه الشعوب تقبل بها كما تود هي أن تظهر وتبدو، بمعنى أنها بلد رائع اجتماعي تنعم شعبه بالمساواة وذو طابع سلمي، وهذا منفعة كبرى. هذا يعني أنه يمكن لهذه الدول أن تتحالف مع إسرائيل، وأن إسرائيل يمكن أن تبعث بطائراتها تقصف لبنان. لماذا؟ لأنها تقوم بذلك دفاعا عن النفس، أي أن الناس يعتقدون أنها كذلك تدافع عن نفسها. مثلا ليست هناك أي وسيلة إعلامية تنتقد ذلك، مثلا لدينا في إسرائيل الآن فلسطينيون مسجونون دون محاكمة ودون أن يتعرض لهم أحدا، وذلك بفضل السيانين، وهي أنهم يسعون إلى أن يقدموا صورة رائعة عن إسرائيل، وهي صورة بدأت تتغير لأن الأمر لا يستطيع أن يتواصل إلى الأبد على هذا النحو. في المقابل، هل هناك خدمات تقدمها إسرائيل إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة مقابل الدعم الهائل الذي تحصل عليه إسرائيل من تلك الدول؟ بالتأكيد، إسرائيل هي عبارة عن خلق وابتكار غريب بالنسبة للغرب، وقد وجدت في اللحظة المناسبة. ومنذ الخمسينات وجد الغرب، وبالأحرى بدأ الغرب في أن يكتشف المزية التي يحصل عليها من وجود بلد صغير. كيف سيمثل له هذه الامتيازات الكبيرة؟ مثلا في الخمسينات فإن بريطانيا وفرنسا أرادتا القيام بالحرب وحاولتا
حالة إضعاف ناصر لأنه كان رجلا وطنيا عربيا ويود أن يسعى إلى تحقيق الوحدة العربية، وهذا أمر خطير بالنسبة للغرب. فقد قام بتميم قناة السويس، وهو أمر كانت بريطانيا ترفضه، وكانت فرنسا تعتبر أن دعمه للجزائر مرفوضا، وكانت ترى أن هجوما عليه سيضعفها. وإسرائيل كانت تود أن تكون لها منفذ على البحر الأحمر، وقد بنت هناك مستوطنات، وبالتالي إسرائيل شاركت في الحرب 56 وسيطرت على سيناء، وبالتالي خدمت المخططات الغربية. مثلا أيضا إسرائيل جعلت الدول العربية خاضعة للإيديولوجية الغربية على نحو ما. ليس لنا المجال لرسم خريطة تاريخية لذلك، لكن إسرائيل ساهمت في القضاء وإضعاف كافة الرغبات في الاستقلال لدى الدول العربية. إسرائيل هي عبارة عن ذراع عسكرية رهيبة بالنسبة للغرب، وحتى الساعة هي تخدم ذلك الغرب. ربما خلال سنوات قادمة سيتغير ذلك، لكنها حاليا هي عبارة عن كلب حراسة للإمبريالية الغربية، كلب حراسة رائع. هل معنى ذلك أن إسرائيل لعبت وتلعب دورا في وأد ثورات الربيع العربي؟ ذلك أمر واضح على الأقل في السياق المصري وبشكل غير مباشر في تونس، لكن في مصر ذلك الدور كان واضحا ولا يمكن القول بذلك. إن إسرائيل والغرب حاولوا أن يبذلوا قصارى جهدهم للقضاء على الثورة المصرية، تحديدا الثورة المصرية. لماذا؟ لأنها وللمرة الأولى عندما يتحدث الغرب عن ديمقراطية وحق المرأة وعن العلمانية وحقوق الإنسان، هذا أمر، هذا الحديث غير صحيح وغير حقيقي على الإطلاق. يتحدث هنا عندما يخدمهم، لكن عندما لا يخدمونه فيكرهون الديمقراطية. إذن للمرة الأولى هناك بلد استطاع أن ينتخب رئيسه بشكل ديمقراطي، لكن حدث أن الإخوان المسلمين كان لديهم مشروع وكان لديهم رئيس. مشروعهم يتمثل في إيجاد هوية وكرامة عربية وأن يقطعوا العلاقات مع إسرائيل، وهذا أمر لم يكن مقبول به على الإطلاق بالنسبة للغرب وإسرائيل. وبالتالي لقد قمنا بعمل مناهض لذلك، وبالأخص في الإعلام الفرنسي وربما في الإعلام الأمريكي وغيره من الدول الغربية، حيث أننا جعلنا الثورة المصرية ونظام مرسي بصفته نظاما غير قانوني وغير شرعي، وبالتالي أعددنا الشعب لانقلاب عسكري كان مقبولا من طرف هذا الشعب في نهاية المطاف، ومع انتقادات سطحية تجميلية. لكن في واقع الأمر إسرائيل شاركت بشكل كثيف في إسقاط وفشل الثورة المصرية، وربما في تونس أيضا، لكن بمساعدة الغرب في الحالتين ذلك أمر مؤكد. هل نجحت إسرائيل في اختراق الأنظمة العربية؟ نعم. دعنا نضرب مثال المغرب الذي أعرفه حق المعرفة. فالمغرب منذ الستينات من القرن الماضي كان أمام الحسن الثاني خيارا، فقد كان بحاجة إلى المساعدة والدعم الأمريكي، ونتيجة لأن ذلك لأنه كان في طرف الغرب وفي مساعدة الغرب، وبالتالي ساعد في رحيل اليهود إلى إسرائيل وعمل مع الموساد، وكانوا هناك مستشارون عسكريين من الموساد له. وفي الثمانينات فتح الطريق بشكل تام لزيارة بيريز ورابين، وذلك بهذه الخطوة قضى على مقاطعة الشخصيات السياسية الإسرائيلية وقابلهم بشكل رسمي، في حين أن إسرائيل كانت تحتل وقتها الضفة الغربية. وبالتالي هناك كافة أشكال الاختراق، هناك الاختراق مثلا في المملكة العربية السعودية التي أدركت أن بقاء النظام فيها هو تحالف مع إسرائيل، أي أن تسمح للطائرات الإسرائيلية أن تحلق فوق أراضيها لتتمكن من مهاجمة العراق. مثلا مصر
الاقتصاد المصري ليستفيد من حقوق الجمارك في مصر كان عليها أن يتحالف مع رجال الأعمال الإسرائيليين، وبالتالي إسرائيل تستخدم كافة الأدوات المتاحة لها من أجل أن تخترق هذه المجتمعات من خلال الاستخبارات مثلا والتجسس، وذلك من طلب الدول الأخرى أمريكا وأوروبا تحديدا لممارسة الضغط على الدول العربية لتحكمها أنظمة تخدمها. الدول العربية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي كانت لديها سياسات وطنية وعربية مناهضة لإسرائيل، بمعنى أنها كانت تدعو مقاطعة إسرائيل وشرائكها لم تكن تتعامل اقتصاديا مع إسرائيل، لكن كل هذا انقضى وانتهى، فإسرائيل الآن تحتل الضفة الغربية وقامت بضم القدس في ظل صمت مطبق من طرف الأنظمة العربية. هل نجاح إسرائيل في هذا النموذج الذي ذكرته يؤكد أن إسرائيل لها اختراقات أخرى في دول أخرى مثل مصر، مثل سوريا، مثل دول عربية أخرى؟ لم تسمع السؤال مرة. أقول لك هل نجاح؟ مثلا الدول الأخرى مثل الجزائر والأردن وحتى العراق، في هذه الدول هناك طرق متعددة ومتنوعة لجعلها تقبل الواقع الإسرائيلي، أي أن تخضع للإملاءات الإسرائيلية. أضرب لكم مثلا، ليس هناك أي بلد عربي في الوقت الراهن يتجرأ أن يتحدى الخطوط الحمراء التي فرضتها إسرائيل، بمعنى آخر أن يتحدى المصالح الإسرائيلية في المنطقة وفي الضفة الغربية. مثلا هم في الضفة الغربية هناك مثلا كفاح قوي ضد يهود تهويد القدس أو القبول ب الدبلوماسيين العرب في رام الله. إذن كان من الواضح أن النجاح الإسرائيلي قوي فيما يتعلق بالأردن التي هي شبه محمية إسرائيلية وفي مصر أيضا. فمصر دعنا نقول كانت الدولة القوية في العالم العربي وهي التي أطلقت دعوة الوحدة، وبالتالي الوحدة والقومية العربية هي مصر، ومصر تم التغلب عليها في السبعينات بفضل التحالف مع أمريكا. هذا التحالف أدى إلى أن تصمت مصر في هذه القضية. أما الدول العربية الأخرى تخضع للمؤسسات الغربية مثل صندوق النقد الدولي الذي تسيطر عليها أمريكا، ولكن يسيطر عليهم يهود ورجال مصرفيون يهود، ورئيسه تم تعيينه وهو كان يعمل في إسرائيل. وبالتالي تعرفون هنا أن الضغط الذي يمارسه الصندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية كاف لجعل أي بلد عربي أن يخضع لإسرائيل وأن لا يعارضها بشكل كبير. إذن هذا يشرح فعلا النجاح الإسرائيلي الكبير. بالنسبة لي ليس هناك أي بلد عربي يستطيع أن يعتقد بأنه في منأى من السيطرة اليهودية والإسرائيلية. أنت تحدثت عن الخطوط الحمراء، ما هي الخطوط الحمراء؟ قلت أن لا دولة عربية تستطيع أن تتجاوز الخطوط الحمراء. أتصور أنه عليهم أن يقولوا للدول العربية بأن هناك أمورا لا يستطيعون أن يقومون بها ضد إسرائيل، مثلا مقاطعة الشركات التي تربطها علاقات تجارية مع إسرائيل، لأن إسرائيل قد ترد على ذلك، لكن الأمر يتعلق أساسا بالضفة الغربية والقدس. أي أنكم تلاحظون بأن إسرائيل تعد لديها يد مطلقة في الضفة الغربية وفي القدس، فمنذ ضم القدس فإن إسرائيل قامت ببناء الكثير من المستوطنات في القدس الشرقية، وقد قامت بهذا الأمر
قامت بهذا الأمر في صمت عربي. الدول العربية فعلا تقوم بإصدار بيانات لكنها لا تفيد. كذلك فإن كانت الدول العربية تستطيع أن تقوم بالكثير مثل مساعدة الفلسطينيين وأن يقوموا بتسيير أسطول بحري إلى غزة، كيف نقبل بأن الضفة الغربية وغزة تكون مغلقة ومحاصرة؟ هذه خطوط حمراء وهذه أفعال تشكك في السلطة الإسرائيلية لو أن الدول العربية قامت بهذا الأمر، وهو أمر مرفوض من طرف إسرائيل وحلفائها. لماذا دعمت إسرائيل انقلاب السيسي وكان بشكل واضح الصحف الإسرائيلية تدعو لدعم السيسي والساسة الإسرائيليين، وما هي الفوائد التي عادت على إسرائيل من وراء نجاح هذا الانقلاب؟ أنا شخصيا أفترض أن نظام السيسي هو عبارة عن ديكتاتورية عسكرية وسيبقى لثلاثين سنة. العسكر لا يخطط إلا يرتكبون نفس الخطأ الذي ارتكبه مبارك. هذا بما يعني أنه إذا كانت معارضة صغيرة فسيقضون عليها. والمصالح الإسرائيلية في هذا المجال كبيرة جدا. إن الخطر الذي مثله مرسي هو أن الحكومة المصرية التي تعبر والتي عبرت عن إرادة الشعب وإرادة الشعب المصري المتمثل في مجابهة الصهيونية ومساعدة الفلسطينيين بوجود السيسي في السلطة، فإن الإسرائيليين مرتاحين، أي أنهم أمامهم نظام سيسيطر على غزة وسيقوم بما تطلبه إسرائيل، أي أنه سيسيطر على سيناء وسيسيطر على قطاع غزة ويمنع أي تهريب للأسلحة ومنع حتى دخول المساعدات الغذائية إلى غزة، وبالتالي هو نظام أصبح حليفا لإسرائيل وهو عبارة عن متواطئ ومتآمر مع إسرائيل. وأود أيضا أن أقول بأنه خادم لإسرائيل، أي أنه يقوم بتنفيذ إرادة إسرائيل وأمريكا. بالنسبة لسوريا، هل من مصلحة إسرائيل بقاء نظام الأسد في سوريا واستمرار الحرب؟ أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير. نعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة هذا الحوار مع المفكر اليهودي الفرنسي جاكوب كوهين، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد بلا حدود من العاصمة الفرنسية باريس. ضيفي هو المفكر اليهودي الفرنسي جاكوب كوهين. موضوعنا حول دور إسرائيل فيما يجري في المنطقة العربية واستفادتها وعلاقتها بالدول الغربية وحجم الدعم الذي تلقاه منها. كان سؤالي لك حول مصلحة إسرائيل في بقاء نظام الأسد وما يحدث في سوريا. إسرائيل كانت لديها مصلحة في أن تبقي على النظام السوري كما كان، أي أنه نظام مستقر يخضع لإسرائيل ويقبل بالخطوط الحمراء التي تفرضها إسرائيل، بمعنى أن إسرائيل كانت تود أن تسيطر على منطقة الجولان وأن تحتلها، وللسوريين لم يطلقوا رصاصة خلال 40 سنة، ويعني أيضا أن الإسرائيليين يستطيعون أن يقصفوا كافة المحطات التي تكون مشبوهة في سوريا، وقد قامت بذلك. لكن في ذات الوقت صحيح أن النظام السوري ساعد حزب الله وكان حليفا لإيران. حاليا وفي سياق الثورات العربية فإن مصلحة إسرائيل تتمثل في إضعاف سوريا إلى أكبر حد. لا أعرف حقا إذا كانت تود الإطاحة بالأسد، لكنها تحاول في جميع الأحوال إضعاف البلد. أعتقد أن مكاسب إسرائيل في هذا القضية السورية كبيرة جدا، بمعنى أن إسرائيل تمكنت من إضعاف الدولة الإسرائيلية والوحدة السورية لأمد قادم، وسوريا حتى لو خرجت من هذه القضية فستخرج بلدا مدمرا وسيكون بلدا ضعيفا جدا ومنقسما أمام إسرائيل، وسيخضع لتناقضات اجتماعية إلى الأبد.
هل أيدي إسرائيل بعيدة عما يجري في العراق؟ هل أيدي إسرائيل بعيدة عما يجري في العراق؟ نعم نعم بالتأكيد بالتأكيد. في المقام الأول تعلمون أن هناك العديد من العراقيين اليهود الذين ذهبوا إلى إسرائيل، وبالتالي هؤلاء مصدر للتجسس المهم. ثانيا، عندما قام العراق بتأسيس محطة نووية ذات طابع سلمي وبنتها فرنسا، وكانت في الجو المفتوح، قامت إسرائيل بقصفها وتدميرها لأنها كانت تعتقد أنها تمثل تهديدا عليها، وكانت تعتبر أن تمكن دولة عربية من السيطرة على الطاقة النووية كان أمرا غير مقبول بالنسبة لإسرائيل. وبالتالي إسرائيل ربما لا تتدخل حاليا في القضية العراقية بشكل مباشر، لكن كما قلنا فإن حرب 2003 كانت على نحو ما تهدف إلى إخضاع لبنان للمصالح الإسرائيلية، مصالحها في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، المتمثلة في منع أي دولة عربية قومية علمانية موحدة أن توجد مثل هذه الدولة. وبالتالي العراق كان عدوا قاتلا بالنسبة لإسرائيل نتيجة قوته ووحدته، وتمكنت إسرائيل من تدميره سواء بشكل مباشر أو من خلال الضغط على الولايات المتحدة لأن تقوم بذلك الدور وتدمر العراق. ما الذي يمكن أن يؤول إليه وضع العراق في ظل الاضطرابات الحالية؟ العراق يمثل نعمة بالنسبة للغرب، بمعنى أن الغرب أبقى على مصالح الموجودة هناك وهي النفط، وهذا ما يهمه. ثانيا، فإن العراق هو بلد مقسم إلى ثلاثة مناطق، وهذا ربما يكون هو الهدف في البداية. كما تعلمون هذا الهدف تم الإعلان عنه في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، تم الإعلان عنه في المنشورات الاستراتيجية لأمريكا وإسرائيل، أي أنهم سيجعلون الدول العربية الكبرى دولا مقسمة إلى مجموعات وانتماءات إثنية، وهو نفس الشيء في العراق حاليا، حيث أنه مقسم إلى ثلاث إثنيات وربما يبقى كذلك، وهذا في مصلحة الإمبريالية الغربية، ذلك أنه بلد لم يعد يمثل أي خطر لأنه مقسم إلى ثلاثة مناطق تتقاتل دائما فيما بينها. عندي هشام منصور يسألك في سؤال أرسله عبر الميل، ما نوع العلاقة بين إسرائيل وإيران؟ هل هناك علاقة سرية بين إسرائيل وإيران؟ من الصعب أن نجيب على هذا السؤال، ذلك أن إسرائيل وإيران كانتا دولتين حليفتين في عهد الشاه. حاليا من الممكن أن الطرفين أبقى على بعض القنوات السرية، القنوات الدبلوماسية، وهذا أمر صعب أن نؤكده، لأن هذه الأمور عادة ما تكون طي الكتمان والسرية للغاية. من الوارد أن إيران تنظر إلى تجميد العلاقات، إلى رفع بالأحرى إلى إعادة العلاقات مع الغرب. هذا أمر قد يعني بالنسبة لإسرائيل أنه قد يكون مقبول إذا كانت العقوبات على إيران تمكنت من إضعاف هذا البلد وجعلها أكثر ثورية وأقل متطلبات، وهذا يعني أن إسرائيل في نهاية المطاف قد تقيم السلام مع إيران، ذلك أن إسرائيل تعتقد أن إيران لم تعد تمثل خطرا عليها كذي قبل. محمد خالد في سؤال عبر تويتر يقول لك، سبق أن اتهمت في محاضرات علنية حتى في المغرب أندري أزولاي مستشار ملك المغرب بأنه أحد المتعاونين مع إسرائيل، ما دليلك على هذا؟ وهل هناك شخصيات أخرى بارزة تتعاون مع إسرائيل في الدول العربية؟
في البداية هذا الشخص الذي تحدثت عنه وهؤلاء الأشخاص تحدثت عنهم يهود صهيونيين يعملون لصالح إسرائيل ونسميهم السيانين. أندريا زولاي، ليس هذا الشخص من الوارد، على الأقل بالنسبة لي أنا شخصيا، من الوارد أنه ساعد إسرائيل بشكل كبير لأن يكون لها موطئ قدم في المغرب وأن تكون لديها شرعية. بالتأكيد لا، ليس هناك أي شخص يستطيع أن يكون لديه أدلة. ليس لديك أدلة؟ لا 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 توجه اتهامات لشخص ليس لديك أدلة على اتهامه. أندري أزولي كان مديرا لمصرف في فرنسا وتربطه علاقات مصرفية في مجال الأعمال الأمريكية، وعاد إلى المغرب في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت ظل يعمل في مصلحة الحوار مع إسرائيل، أي أنه يحاول أن يقيم ما نسميه الحوارات والاتصالات بين الإسرائيليين والعرب وأهل المجرة. أنا بالنسبة لي هذا أمر مشبوه فيه، بمعنى أنني أعتبر أن هذا عمل يتم القيام به لمصلحة إسرائيل ويخدم المصالح الإسرائيلية، لهذا أنا أتهمه، لأنه بالنسبة لي يعمل خدمة لمصلحة إسرائيل، وإلا لما كان يهتم بهذه القضايا. ولو لم يكن يهتم بهذه القضايا لما اتهمته، لكنه بالنسبة لي عندما كان يود شرعنة الحضور الإسرائيلي في المغرب، فأنا شخصيا أفترض بأنه يقوم بهذا لمصلحة الموساد ولمصلحة إسرائيل. كما تعلمون هناك كتب نشرت حول وجود عشرات الملايين من السيانين أي أعوان الموساد، هؤلاء موجودون ووجودهم معروف ومشهور، هم عبارة عن عشرات الآلاف ويجب أن يتواجدوا في مكان ما. أليس هذا من أجل التخويف؟ من أجل تخويف إسرائيل، تضخم نفسها حتى تخوف الآخرين؟ لا، عكس ذلك، عمل السينايم هو عمل مخفي وسري على خلاف ما قلتم، لأنه إذا كان سيعلن للعموم فأعتقد أن الأوروبيين والأمريكيين والمغاربة لن يكونوا راضين بذلك. وبالتالي لماذا السيانيم أي عملاء الموساد دائما يعملون في الخفاء والسر؟ أنا أعتقد أنه ليس هناك أي صحفي فرنسي يعرف بحضور السيانيم أنه سيخفيهم على الإطلاق. أضرب لكم مثلا صحيفة ليومانيتي الإنسانية في فرنسا، والتي يبدو أنها مناهضة لإسرائيل وتخدم وتدعم الفلسطينيين. قابلت أحد صحفيها وأظهرت له كتابي ربيع السيانيم وأرسلت له نسخة من الكتاب، لكن هذا الصحفي لم يتحدث عن هذا الكتاب على الإطلاق ولم يجب حتى على أسئلتي. لماذا؟ تحديدا لأن صحيفة الإنسانية كانت تساعدها الحكومة الفرنسية، ومنذ أيام قامت الحكومة الفرنسية برفع ديون هذه الصحيفة، وبالتالي صحيفة الإنسانية هذه أي ليمانيتي لن تتحدث عن قضايا تزعج إسرائيل. كيف تنظر لمستقبل ما يسمى بحل الدولتين والمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟ بالنسبة لحل الدولتين هو عبارة عن مهزلة. أن نؤمن بأن شخصية عربية في نهاية المطاف شخصية عربية معقولة، لأن الشخصية العربية تكذب وتخضع للآخر، لكن أن نعتقد أن مثقفين ورجال جامعيين وصحفيين لا زالوا يؤمنون بوجود دولة فلسطينية وأنه سيكون هناك حل دولتين، هذا أمر غير منطقي.
العالم بأسره يدعو لحل دولتين، الصين والعالم العربي وإسرائيل وأمريكا يدعون لذلك. إذا كيف فشلنا في تحقيق هذا الهدف منذ اتفاقية أوسلو وحتى الساعة؟ فإن عدد المستوطنات انتقل من 500,000 إلى 600,000، أي بزيادة قرابة 40%. هل تعتقدون أن الإسرائيليين سيتركون هذه الأراضي؟ هذا أمر غير وارد، وبالتالي لن يكون هناك وجود لدولة فلسطينية، وليس هناك مجال للحلم بذلك. وللأسف أن محمود عباس يظل لديه هذا الحلم، لأن هذا الحل حل وهمي تماما. الآن بالنسبة لي، كيف أرى تطور هذا الصراع؟ إسرائيل لا يمكنها أن تصنع السلام، لأنها عبارة عن مجتمع حرب ومجتمع السيطرة، وهي دولة قومية يحدوها الأمل بأن تغزو. إسرائيل لم تحدد حدودها على الإطلاق، ولم تقل أن هذه هي الحدود التي تود أن تكون لديها لتصنع السلام مع جيرانها. شارون قال بأن حرب 48 لم تنتهي، وبالتالي كان يود أن يواصل إلى الأمام دائما. إذا بمرحلة ما وبأي حالة من الأحوال، فإن السلطة الفلسطينية ستنهار، أو أن الفلسطينيين سيفهمون بأنه لا فائدة من المواصلة في هذا المنحى، وبالتالي فإن إسرائيل ربما ستقوم باحتلال كافة الضفة الغربية. في جميع الأحوال هم أخذوها عدا المدن الكبرى، لكن إذا كانت السلطة الفلسطينية لديها تحلى بالشجاعة والذكاء بأن تحل نفسها وأن تقول الإسرائيليين خذوا كل شيء، وقتها فإن إسرائيل ستبدو بصفتها دولة احتلال، وهذا سيؤدي إلى عدوانية في العالم بأسره. الدولة الإسرائيلية حاليا تمر بظروف صعبة، وهي تشعر بعدم الشرعية، وإذا أصبحت دولة محتلة فذلك سيعني نهاية الصهيونية ودولة إسرائيل كما هي عليه الآن. ذلك أن ذلك سيجبرها إلى أن تكون ديمقراطية كما حدث في جنوب إفريقيا، وهذا سيكون بداية النهاية بالنسبة للسيطرة الصهيونية. على هذا النحو أرى تطور مجريات الأمور. لا أرى سلاما حقيقيا. أسأل أي بلد عربي، أي شعب عربي، الشعب السوري، الشعب اللبناني، الشعب المصري، الشعب الأورني، الشعب الفلسطيني، إنهم ينظرون إلى إسرائيل ككيان أجنبي فرض عليهم بالقوة من أجل أن يخدم الإمبريالية. هذه هي قناعة الشعوب العربية، وهذه الشعوب خاضعة الآن. لكن في 50 سنة من الآن، هل تعتقد أن الأمر سيستمر؟ إسرائيل لا تستطيع أن تغير هذا الأمر. هذه هي مأساة إسرائيل، أي أنها لا تستطيع أن تغير طبيعتها، فهي دولة قومية ذات الطابع ينحو إلى السيطرة ودولة عنصرية. إذا كان العرب يفهمون إلى أي مدى إسرائيل عنصرية والطريقة التي تعامل بها العرب، أعتقد أنهم وقتها سيغيرون طريقتهم للنظر إلى إسرائيل والتعامل معها. أنت قلت كلاما مهما للغاية، لم أقاطعك حتى تكون أفكارك مكتملة. في ظل هذا الوضع، ما هي نقاط الضعف التي تتمتع بها إسرائيل والصهيونية؟ نقاط الضعف تتمثل فيما قلته آنفا، أي أنها تقوم على إيديولوجية كانت منذ البداية كانت لها فائدة والشرعية، إلا أن إسرائيل على نحو ما قاله ديغول في 67، عندما قال بأن إسرائيل لو أنها قبلت بمهاجرين كانت تقبل بمهاجرين، تقبل بهم لأنها بحاجة إلى ملء الفراغ، وبالتالي هذا يدفع بها إلى احتلال المزيد من الأراضي. وبالتالي إذا كانت ستستقبل مهاجرين، ولو أنها قبلت بأن تتعامل مع الأطراف والجوار لكانت مقبولة. هناك أحدهم قال بأن إسرائيل هي عبارة عن فيلا في غابة، هذا أحد الساسة الإسرائيليين قال هذا. هذا يعني أن السياسة الإسرائيليين يكرهون العرب، وكانوا يودون أن يكونوا في أوروبا. إنهم يكرهون العرب ولا يثقون في العرب ويحقدون على العرب. إذا كل سلام مع العرب بالنسبة لهم هو عبارة عن ضرب من الخيال، وعبارة عن ضرب من الخداع، يهدفون منه المزيد من الانتصارات. وبالتالي إسرائيل لديها ايديولوجيا
الإيديولوجية الصهيونية تقوم على الحرب والاحتلال، هذه هي طبيعة هذه الإيديولوجية، وهذا الأمر هو الذي سيؤدي إسرائيل للخسارة. كيف تنظر لمستقبل إسرائيل؟ إذا بدأ الوضع يصبح غير مقبول بالنسبة لإسرائيل، مثلا حاليا أوروبا بدأت تفرض بعض العقوبات على إسرائيل، عقوبات ليست كبيرة من الناحية الاقتصادية، لكن هناك عقوبات على الجامعات، على النقابات، على المغنين وغيرهم. هل المجتمع الغربي الأوروبي بدأ يكره الإسرائيليين والصهاينة؟ بالتأكيد بالتأكيد، لكن الوضع لم يكن عليه نفس الوضع كما كان عليه في الماضي. أتذكر الستينات من القرن الماضي في فرنسا، تحديدا في 1967 أطلقت إسرائيل حربا واحتلت بعض الأراضي. كان هناك عدد من الناس، عشرات الآلاف من الشباب الأوروبيين وفي فرنسا من الألمان والسويدين يدافعون عن إسرائيل، وكانوا خلال هذه السنوات كان هؤلاء الشباب وكان هؤلاء الغربيون يدعمون الصهيونية، لكن هذا انتهى الآن، هذا أصبح من الماضي. عليكم أن تسمعوا الصهاينة أنفسهم. انتهى الوقت ولا زال عندي كثير من الأسئلة ولديك كثير من الأفكار. أشكرك شكرا جزيلا المفكر اليهودي الفرنسي جاكوب كوهين، كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. أملينا أن تكون هذه الحلقة التي تدخل في إطار الفهم والمعرفة قد أوصلت إليكم بعض المعلومات عما يجري. في الختام أنقل لكم تحية فريق البرنامج من باريس والدوحة، وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود من العاصمة الفرنسية باريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.